يه أساس بلانيت برنامجنا نو بأساس بلانيت برنامجنا زاري ما كرب الله شو إنكدا أستوك أشواله إنكدا إيه بكل بترسو إيربتي وردا ليوسمو غوردو بتبالج بوتا كأن تاچو ويزرو فاطمة علينا كأب تاچو كأتو أطبان محمد بأسرزدن أمس أسدست أم تمرت تولدو كأسرزدي سمعنا أمس أم تمرت جمرو ببوليس تقاموس بتلاقي يه على فينا توجس روسيهون بزيه وقتم بأفر بوليس كوميشن وانجل مكلاك الزرف مدبنيا بوليس مكت الزرف على في هناو أي سرري جنالو انقداي ردات كوميشنر محمد طبان ويم بلا تايب بالالو صوست مسحافوشين لنبابنا لهزبيا كربوسيون يمجم مريع مسحافاتشو بهولة تشي صوست عامة مرات يتسعفة يدرسة الزوج قالوا سيهون يمياس متمار يميل يلي بولد مسحافن أساتموهال مالتنو بمكتل بهولتشي أسر عامة مرات مستنانا تقل يميل كمستنان انديت متقل اندعلبين بمثل جمر كبكبر بيج يتقلسة مسحافن أعلن بابا بكتوال سوستنيا مسحافاتشو دقمو يسلام واقع وينم دقمو سلام سيدفر لفتر ويميشلن ميشلو كوسوشنا مفتهي وچاتشو يميل بولد شاسرارات عامة مرات لنباب عبك توال مالتنو كذي بتاج أماري أهوني ألتاتمو يه أمارينيان قطموشنا يه أفارينيا مزعف يه زغا جوسي هون بتلا يه جزي قطمنا مزعفوشن يه زعفو سكهوني درسوي هونال كبا أسرازتين زتنا رات عامة مرات يالتا دلش تجا بولدتشي أسر عامة مرات السينغا دس سالين يميلونا بهزبزن تودا جنت يالاتشو قطموشن يه زعفو سيهون انديوم با أفارينيا بولدتشي أسر رولت عامة مرات ودوما نسيمبل ما اندلاي موغولنا يمساسلو قطموشين لتدراسيان ويملينيا أقربوال مالتنو انقدي ردات كوميشنر محمد طبان ترين أكبرو الزيو تاسل تغينيو جيقادر قيامسا قنالو نقوان دي نامتو نقوان دي ناكويو بزي مسارات انقدي اسكي اني كغلص كوتوچ راسون بماستاوق يجمرونا راسون استاوقون ود مصحفو نغبالن معناتنو شي يهنو انغدي اند غلصوت ك 1985 عامت مرج جمرو بافر بوليس كوردا جمرو تلاي زونوچنا سرا كفلوچ بامرر درجا يالغلكون متاحو تاحون بتتكسو كفل لاينن يالهوت كونكون بميملكت تيغرينيا نا مارينيا كلاتفي ان يناغرالو دوهم ساهونيا كونكوا تناغاري ناي عربينيا بو كفل يناغرالو لذي افارينيا ياو امارينيا ساهونيا نا كفل عربينيا تيغرينيا أو بتام ميبزو كونغ قبالة بيتنا تمالتنا ياو عند دراسي نزينيت يسو رسو يتسمار بزو قالة بمست أستماري هون مسافوتشنا ويا ناجس أفعالوت نزين مسافوتش لما سالي موسنا ناتقيل يسلام واقعنا نزين ماسمت معرن ليلو شم قط مچو لأفارن يو شم لما سالي تسافوت يهن مسلنا تشونا بزي مسكوين بزي زوج لما سعف من الناس الصوت ياو إني أم بابيني عندما صاف دسم ملاي نجري اللهم نزيه اللهم صاف يتناسس صحبت مكنيات لقمو حبرة سواجين سلام النا دهن النت تبكن يوانجيل النا يوانجيل سجاتو تشن الناس كدمي اللهم أكشف يطلع يو أبجاج نجرو تشنن ما سايا ميهنو مياستنككو يمياستمرو የሚያነቀቁ ጽሁፎቹ በጽሁፍ ደረጃ መልክ ይዞ እንዲወጣ ካደረበኝ ፍላጎት ነው ወደ እነዚህ የመጣሁት እንግዲህ የሰላም ዋጋ የሚል መጽሐፍ አለ እና የሰላም ዋጋ ስንል ምን ማለታችን ነው ሰላም ሁላችን እንደምናውቀው የሰው ልጅ መሰረታዊ ፍላጎት እንዲሰካ በህይወት እንዲኖር ተከብሮና ተከባብሮ እንዲኖር ከሚያደርጉት ነገሮች ውስጥ መሰረታዊና ዋነኛ ነው የሰላም ዋጋ ሲባል ሰላም በገንዘብ አይተመን በገንዘብ የሚተመን አይደለም ምንድነው ሰላም ከሌለ ልማት
بلسجنا إدغيت فكر عندنات عبرو منور عبرو مكتل آي تشالب سلزي سلام لتوسن لكم سولي هوني سراوين كرانج أفتشا تبلو إن ياسفل لك سيهون لسوليج بطان كن ياسفل لبوز عندن يوننا وعندن يو مهونون لمجلس ياهل نو سلام كلل منورين دم من نتشل يسولي جينا سلام تلاقي يتو مهدي ما يشلون يجروش مهنا يشوا سو هونن عند سو نتاجين تكبر المنور سلام سفلا جاتين كمهنا أنصار نو مجلس سفلا كود أوكي إزيه مصاف لا عندنا سلامنا ونجلن مكلاكلاي እንግዲህ ሰላምና ወንጀል መከላከል አብሮ የሚሄዱ ነገሮች ናቸው በርግጥ ሰላምና ወንጀል መከላከል ከመጻፍ አንጻር እንዴት ይታያል ሚላሳባል ሰላምና ወንጀል መከላከል ወንጀል መከላከል ለሰላም ግባት ከሚሆኑ ነገሮች አንዱ ነው ሰላም ከወንጀል መከላከል ሰፋ ባለ መልኩ የሚታይ ነገር ነው ወንጀል መከላከል ማለት የመጀመሪያው ትርጉሙ ወንጀልን ና ወንጀል ስጋቶች ለኖሩ እንደሚችሉ ወይም የሚያሰጉ ነገሮች ወይም ተጋላጭ የሆኑ ነገሮችንም አስቀድሞ በማወቅ ወይም በመገመት ከመሆኑ በፊት ማክሸፍና ማከላከል በበቂ ሁኔታ የሚትለው አማርኛ ምንድነው የማከላከሉ ሂደት በቂ የሚሆነው ተንከራ ተሳትፎ تنكر يسوطا لي النتي للبت يكلم لي النتي للبت يهيمانوت لي النتي للبت بتكنا جي منجد الساتا في بوهن منجد يميسر را يمكلا كل سيغاتو وچونن يمام كن سرا ستناكر بكي يوانجل مكلا كل سرا وچو تسر را يبالا سلام دقمو مقبيالا اندقل لسكوت ستن لمسفن መረጋጋት ለመፍጠር የምናደርጋቸው አጠቃላይ በማህበራዊ ነክ ይሁን ፖለቲካዊ ይሁን ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች በሙሉ ከስጋት ነጻ በሆነ ሁኔታ እንዲካሄድ የሚያስችል ትልቅ መሳሪያችን ነው እና ውስጣዊና ውጫዊ ለየም ገልጨዋለሁ ሆይ ውጫዊ ሰላም በሚንኖርበት አካባቢያችን ላይ ለሰው ልጅ ስጋት የሚፈጥሩ ነገሮችን ተወግዶ ህብረተሰቡ እጅና ጓንት ሆኖ በሰላም አብሮ የሚኖርበት የሰላም አየር የሚተነፈስበት ሁኔታ መፍጠር ሲሆን ውስጣዊ ሰላም አካባቢ ላይ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ያለንከን መከናወን ብቻ የሚገለጽ አይደለም ውስጣዊ እርካታ የሚፈጥር ከጭንቀትና ከተለያዩ ስጋቶች ነጻ የሆነ ህይወት ጋር የተያዘ ነገር ነው ውስጣዊ የምንለው ከስጋት ነጻ የሆነ እንቅስቃሴ ከስጋት ነጻ የሆነ ኑሮ ማህበረሰብ ሲኖር የሚፈጠር ነው ተመልካቾቻችን ይህ የፕላኔት አሳሽ ፕሮግራማችን ነው ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን ስለ ሰላም ያው ብዙ ነገር እየተብሏል ሰላም አስፈላጊነቱ በሁላችንም ዘንድ እጅግ አስፈላጊ ነው እርሶም እንደገለጹት ግን ሰላምን ሊያደፈርሱ የሚችሉ ነገሮች ምን ናቸው ሰላምስ እንዳይደፈርስ እንደ ህብረተሰብኛ እንዴት አርገን ነው እነዚህ ነገሮች ቅድመ መከላከል ያለብን ሌላው ደግሞ ሰላማችንን ለማስጠበቅ እንግዲህ እርሶ ከወንጀል መከላከል ጋር የተገናኘ ስለሆነ ስራው እንዴት አርገን ነው እነዚህ ነገሮች ከህብረተሰብ ጋር አብረን አቀናጅተን ሰላማችንን ማስጠበቅ የምንችለው ያው ሰላም ለሁሉም ሰላም በሁሉም እንደመሆን መጠን ሰላሙን ሊያደፈርሱ የሚችሉ ነገሮች በጣም በርካታ ናቸው በርካታ ብቻ ሳይሆን በሁሉም በደንብ የሚታዩና የማይታዩ እያደገ የሚመጡ ያደጉ የሚመጡ ናቸው ለምሳሌ ሰላም ከሚያደፈርሱ ነገሮች አንዱ ሙስና አንዱ ነው ማህበራዊ ህይወቱን ያበላሻል
مراراك بهبرس المحكل الفترال ب جنزب بليلة بزمت بازمات يميكاير نجروش يميفتر بيتزي بمكتاشو لتكمو يارشالونا بسلطاناتشو يالاقباب بمتكمو تمحكل جيت يفترال جيت كما فتر وفيت وترتال يوترتو من نشاو من دلو ማንኛው ጊዜ ውጥረት የሚፈጥረው ነገር ምንድነው? መሳሳብ ይፈጠራል። መሳሳቡ ወደ ግጭት እንዳይመራ ካልተደረገ ደግሞ ሰላምን የማደፍረስ ደረጃ ሊያድግ ይችላል። ውጥረቱ ወደ ግጭት ይገባል። ግጭት ደግሞ ወደ ጦርነት፣ ወደ መለያየት፣ ወደ መጋጨት ያስከዳል። ስለዚህ ማህበራዊ ውስጥ ኢኮኖሚያዊ ውስጥ ፖለቲካዊ ውስጥ የሚፈጠሩ ለምሳሌ መልካም አስተዳደር ችግሮች በጋራ ሀብት በጋራ ያለ መጠቀም መናናቅ አንዱን ከፍ አንዱን ዝቅ የማድረግ ሁኔታ ካለ ከዚህ በፊት የተጋጩትን ወገኖች እርቅ ሰላም ወርዶ ለችግሮቹ ዕቅና ተሰጥቶ ይቅርታ ተጠይቆ ማቋጫ ወይም የመጨረሻ ልባት ያላገኙ ነገሮች ሲኖሩ እነዛዎቹ እንደገና ህይወቱን ዘርቶ ወደ ግጭት ይመጣል። ስለዚህ ይሄን የመሳሰሉ ነገሮች ሰላም ለማደፍረስ ትልቅ መነሻ የሚሆኑ ናቸው። ሌላም የማግበስበስ ፖለቲካ ህብረተሰቡን ጠቅላላ ያላቀፈ ወይም ግላዊ የሆነ አመለካከት የሚያራምዱ ኃይሎች ግራዘመም የሆነ ፖለቲካቸውን ወደ ህብረተሰብ ይወስዱና ህዝቡን መሳሪያ የማድረግ ነገር እንፋፋምበት ሰዓትም ሰላም ይደፈረሳል።